حضرتك سألتني سؤال وأنا يعني حابب أن أنا أتوجه إليه، أنه الوحي الكتابي المسيحي يختلف عن الوحي القرآني. ايوه صحيح. فالوحي القرآني يتحدث عن التنزيل، عن فكرة التنزيل، عن أن القرآن كان موجود في اللوح المحفوظ وأنه وأنزل بهذا النص. لكن الحقيقة إحنا عندنا في أجزاء فعلا في الكلمة المقدسة بنفس الصورة. فإحنا بنسمع مثلا في سفر الخروج أصحاح 32 أن الله صنع لوحي الشريعة، وأن كتب الوصايا العشرة منقوشة على لوحي الشريعة من الناحيتين. فهناك وحي إملائي بالفعل. لكن الكتاب المقدس يعلمنا شيء آخر، فالكتاب المقدس ليس منزلا بهذه الصورة القرآنية، لكن الكتاب المقدس يعلمنا كما يقول في بطرس الثانية واحد، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، وبعد كده يقول لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وكلمة مسوقين، الكلمة اليونانية كانت بتستخدم على الأعشاب على ظهر المياه اللي بتسوقها المياه، أو الهواء في قلوع المراكب. وهنا نشوف ازاي انه العنصر البشري والعنصر الالهي، كما ان يسوع المسيح انسان كامل واله كامل، هو الاله المتجسد كمان. اناس الله مسوقين بالروح القدس يقدموا لنا الكلمه المكتوبه. فهناك تباين بين الوحي الكتابي والوحي القراني.